شو كل هدول يلي معك؟ كلهم طلبات السلطانة زهرة. أخ، شو هالروايح الطيبة اللي عم تفوح؟ قلبتوا البيت لمطعم يعني؟ أصلاً أنت ما فيك تدوق منهم للمساء. يه إجيت عاصي، أهلا وسهلا. أكيد اليوم مشغولين. زهرة، بدك شي كمان أعمله قبل ما أرجع على البيت؟ يسلم إيديك، يصدقيني لولاكي ما كنت رح لحق شي أبداً. كرمال الله لا تقولي هيك، ما عملت شي، كلنا تساعدنا مع بعض. بكرة ناطرة تحاكيني وتقليلي على الأخبار الحلوة. خالتي، يسلموا هالإيدين اللي تعبوا معنا اليوم. تكرمي. خالي نوران، فايز بيك عنده خبر بالطلبة والمساء ناطرين. حلو، بس بلا ما نضايقكم بعددنا. شو هالحكي، ما أنتوا كمان من العيلة؟ حكي مظبوط نوران، ناطرينكم المساء أكيد. إيه مدام أخي لقاها مناسبة منجي، ليش لا؟ يلا بخاطركم يا جماعة. تفضلي رح وصلك على الباب. أنت جنيت شي عاصي؟ ليش عزمت عيلة فايز يجوا؟ آه؟ ليش؟ بدنا حدا كبير يكون معنا بالطلبة. بالله لك شو أنا؟ فايز بيك مو شغلته يجوز بنتي. بكفي تحكي هيك عنه. روح ما خليتي هلأ، يلا روح. لا تزعلي، فايز بيك بالنسبة إلي رح يكون منيح وجوده هون. فايز بيك ما جبت سيرته ميرفات، أنا عم بحكي عن ناريمان. ما بدي هالبنت تحوم حوالين عاصي، حكي مفهوم؟ خالة زهرة، شكلي اجيت بكير قبل الكل. بالعكس، نحن من لبكتنا ما عاد عرفنا شو بدنا نعمل، اجيتي بوقتك يعني. صدقيني من الصبح عم بشتغل وحاسة انه مالي ملحقة. يا روحي طالع حلو شخصية بهدول، كأنك انت العريس وعرسك اليوم. عيونك الحلوين، شو هالحلو رؤية؟ هذا من ذوقك. والله جد فستانك حلو لبقلك. شكرا لك. ايه ميرفت وينها؟ بغرفتها، من الصبح عم تجهز حالها، بدي استعجلها، بدي استفقدها. ميرفت خلصينا يلا يا بنتي. عجبتكن؟ حلوة كتير. وقفي شوي، وقفي، روحي خليني حطلك هاي مشان تحرسي، ربي يحميكي من العين. طالعة أميرة وفستانك كتير حلو من ذوقك. صحيح نسينا ما طالعنا طقم الفناجين. بنتي أنا مجهزتن، ما تهكل يمشي. ليش أي طقم طالعتي؟ وقفي خليني شوفن وإجي. على مهلك. شفت كيف متوترة؟ معها حق. وينن هدول الجماعة؟ ليش تأخروا لهلأ؟ يمكن تأخروا بسبب العجقة. ما في عجقة يا خالي بالحارات تبعنا. ايه والله نسيت انهم بعاد حارتين بس. الغايب حشته معه، بجوز شي شغلهم وتأخروا. كان لازم تشوف شلون كان الوضع ببيتنا، من الصبح شغل وتوتر. شي طبيعي يكون هيك الوضع لأنه نسايبنا جايين. بالزمانات إجينا نطلب وما شفنا تحضيركن هاد. اي طبعا بهديك الأيام بصراحة ما صدقتوا يجي العريس لتجوزوه بسرعة. ليكي اتصلي بعاصم وفهمي منه ليش لهلأ تأخروا. ايه. آسيا، كيف الوضع بالبيت؟ كمان الأحسن هلأ، ما تهتمي، هدية أعصابه. شو ما جاوبك؟ شكله طالع، ما جاوب أو ما سمعه، يمكن مارق بشارع كله عجقة.
بس نحن وجايين كانت الشوارع فاضية ليكون طلعت العجقة فجأة بس قدامه بهالطرقات. لك إذا وقعت على الأرض الإبرة بتسمعي صوتها، معقول ما يسمع رنة الموبايل؟ بلكي كان محطوط على الصامت ودخانهم.